مشاهدي قناة ماذا لو، دعمكم يزيدنا عطاء وحرصا على تقديم الأفضل. اضغط اشتراك ولايك. نحتاج أحياناً إلى بعض السلام والهدوء كي نبقى عاقلين، لكنك بالتأكيد لن تكون عاقلاً عندما تكون بداخل أهدأ غرفة في العالم. هذا ما أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية في معرض الحديث عن مختبرات أورفيلد، حيث أن المكان الأكثر هدوءاً في العالم منذ عام 2004 وحتى الآن، وذلك بحسب موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. ويعد المكان الأهدأ في العالم بمنزلة غرفة ماصة للصوت وكاتمة للصدى، حيث أنها مصنوعة من 99.99% من المواد العازلة للصوت. فمستوى الصوت بالغرفة، والذي في الواقع يمثل رقماً قياسياً بموسوعة جينيس، يقدر بنحو -9 ديسيبل، مقارنة بمتوسط مستوى الصوت في الغرفة الهادئة 30 ديسيبل، والتي لا يمكن لأي شخص التواجد بها سوى 45 دقيقة على الأكثر، وإلا أصيب بالهلوسة وقد تؤدي إلى الجنون. يقول مسؤول الشركة أوفيلد: نحن نتحدى الناس على الجلوس في الغرفة، فعندما تسلب المنبهات الحسية التي تعمل على توازن الإنسان، يبدأ الإنسان في سماع أجهزته الداخلية بصوت عال. قلبك، معدتك، وحتى أذنك التي تصدر كمية ضئيلة من الضوضاء، مما يصيبه بحالة من الهلوسة، ففي غرفة عازلة للصدى تصبح أنت الصوت. الجدير بالذكر تواجد الغرفة بمدينة مينيابوليس الأمريكية، وتستخدم من قبل الشركات المختلفة في جميع أنحاء أمريكا لاختبار مدى جودة منتجاتهم من حيث الصوت. كما تستخدم الغرفة من قبل وكالة ناسا الفضائية، الأمر الذي يضع رواد الفضاء على المحك من حيث المعرفة كم من الوقت يستغرق قبل أن يصابوا بالهلوسة، وإذا كان يمكنهم العمل في ظل تلك الأجواء أم لا.